السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. انا كنت طالبه اوردر من رنين، طالباه بصراحه بقالي ممكن يكون 3 او 4 ايام بس، وانا بطلب الاوردر هم قالوا لي يعني هيجي في خلال 3 ايام او اسبوع، فانا حبيت ايه افتح معاكم كده الحاجه وتشوفوا معايا الاوردر. انا عشان استلمه من المندوب بتاع شركه الشحن خليته فتح لي بس الكرتونه علشان اعرف اعد يعني الحاجه اللي انا طالباها، لكن ما فتحتش الحاجه من جوه غير دلوقتي فتحت المضرب ده. دلوقتي بصوا شايفين المضرب البيض دوت، ده 7 سرعات وفي بقى 2 مضرب خفق و2 عجن، واقول لكم طبعا الحاجه بالاسعار بتاعتها اهو. سبع سرعات ده ب99 جنيه، يعني ب100 جنيه، تمام. وكمان طلبت مكنة البيتشيفور دي، حلوة جدا وسعرها حلو، لان انا كنت سألة عليها قبل كده كانتش بالسعر ده خالص. شايفين اللي هي دي، هي 21 قطعة، القطعة الأساسية اللي هي المكنة دي، والأشكال بتاعت البيتيفور والأشكال بتاعت الكريم شانتي دي برضو ب99 جنيه، يعني هنقول 100 جنيه، تمام. حلوة قوي، كانت عندي قبل كده اللي هي من غير العلبة دي بتتبهدل، يعني بالعلبة اللي هي الورق دي بس، لكن دي حلوة بالعلبة دي، بتحفظ الوشوش بتاعتها والحاجة بتاعتها. زي ما قلت لكم دي ب99 جنيه. طلبت كمان طقم الملاية ده علشان اجرب كده واشوف الخامة بتاعته هتكون ايه، لان سعره بصراحة يعني سعره مش غالي خالص، فطلبت واحد لاني طبعا عشان بس اشوف نوع القماشة، وندمت اني ما طلبتش منه تاني، فقلت ان شاء الله هبقى اطلب منه تاني. ده ب49 جنيه. شايفين القماشة بتاعته حلوة قوي، جميله بصراحه يعني، والمخده كبيره اهي، لسه فاتحاه معاكم، شايفين الوسع بتاع المخده يعني، والطول بتاعها كويس قوي، جميل. هو 5 قطع عباره عن 2 مخده، لا واحده مخده و2 خدديه وواحده مخده وملايه، تكفي سرير كبير مش سرير اطفال. وده بقى انا اكتر حاجه عجباني بقى في الاوردر هو البتاع ده، البطاقه ده. طب بوقفي الفيديو على بال ما افتحه. فتحت. بصوا بقى البتاع اللي بيطقطق ده هنتخانق عليه طبعا بعد ما اخلص الفيديو على طول، هنتخانق عليه انا وبنتي. انا هاخد الكبيره بتاع الكرتونه دي وانت تاخدي دي. بصوا قالب البايركس المربع ده جميل قوي، شايفين؟ هو طبعا مش بايركس، هو نوع تاني بس انا كنت مجربة، كنت جايبة منه القالب المستطيل وهو حلو قوي، يعني مجربة النوع ده قبل كده هو حلو جدا وعجبني كمان، عشان هو ليه زي مسكتين كده، يعني ليه بروز كده من هنا وتقدري تمسكيه، وحلو قوي. وهم لفين الحاجة كويس على فكرة علشان ما فيش حاجة تتكسر ولا اي حاجة. وقفي بقى كده، حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان ده الطقم ده ب 199 جنيه عليه عرض، ودوت ب 99 جنيه يعني ب 100 جنيه كده. قلت لكم ده 99 وده 99 وده برده 99 وده 199. وطقم الملايه دوت مش مكمل 50 جنيه. بس بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. وانا يعني حبيت ان انا اقول لكم على الاوردر، بصراحه احسن واسهل ما انت تروحي الفرع، الحاجه بتجيلك لغايه البيت، ومصاريف الشحن حاجه بسيطه، يعني مصاريف الشحن اللي انا فهمته ان هي بتبقى حسب وزن الحاجه بس، عموما يعني كل الحاجات ديت مصاريف الشحن بتاعتها 25 جنيه. فلما سالتهم قالوا لي مصاريف الشحن بيبقى حسب وزن الحاجه وانت طالبه ايه، فلما المندوب ما كنت بكلمه في التليفون بص على الاوردر اللي انا طالباه وقال لي، حتى بعد ما زودت ده كنت جايبه الحاجات دي بس وكنت لسه شايفه ده فحبيت ازوده، راح قال لي برده مصاريف زي ما هي 25 جنيه.
بكده بقى نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون بقدر افيدكم في حاجة. نسيت اقول لكم ان المضرب دوت 100 واط، مش عارفة ليه 100 واط، مع اني انا اللي طلبته في العرض كان 150 واط، كان مكتوب يعني في الصفحة بتاعتهم اللي هي بتاعت الاونلاين ان هو 150 واط. هشوف بقى الموضوع دوت وهتصل بيهم ااكد يعني ان هو كان 150 واط. بس اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد من قناتي مطبخ دعاء الجيلاني. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو او لو قدر يفيدكم في حاجه تعملوا لي لايك للفيديو، اللي اول مره يشوف القناه يشترك في القناه، يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد بنزله، اذا كان فيديوهات مشتريات او وصفات للتجميل او وصفات من وصفات الاكل. اشوفكم على خير، سلام عليكم.